فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن لا تفتخر بمالك ولا بجمالك ولا ببدنك ولا بأولادك ولا بقصورك ولا بسياراتك ولا بشيء من هذه الدنيا أبدا، إنما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك، فاحمد الله عليه. قال ولكن ننظر إلى قلوبكم، فالقلوب هي التي عليها المدار. وهذا يؤيد الحديث الذي صدر المؤلف به الكتاب إنما الأعمال بالنيات، القلوب هي التي عليها المدار. كم من إنسان ظاهر عمله أنه صحيح وجيد وصالح، لكن لما بني على خراب صار خرابا. النية هي الأصل،